أحسن الله إليكم من فضيلة الشيخ. يقول السائل في آخر أسئلة: حفظكم الله، ما حكم أذان الصبي الذي لم يبلغ، وهل تشترط الطهارة في الأذان؟ يصح الأذان من مميز، من صبي مميز، لأنه تصح صلاته، يصح منه الأذان، ولأنه ينوي، تتأتى منه النية والقصد. أما الصبي الذي دون التمييز فلا يصح أذانه، لأنه لا يتأتى منه نية، والأذان عبادة تحتاج إلى نية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحاصل أن الصبي المميز يصح أذانه، تصح إقامته. نعم.